بقى تقول لنا النقلة النوعية اللي هتحصل جامعة دمنهور من صح. احنا في جامعة دمنهور انا وزمايلي السادة اللي هو السادة العام دولوك الاعضاء الجليس والاداريين والطلاب كمان كل العمال كل عاملين جامعة دمنهور بندور على التميز. احنا يمكن لو حضرتك رجعت لقرار انشاء جامعة دمنهور في 16/10/2010 كان من ضمن قرار انشاء كلية الطب القرار رقم 303/2010 انشاء كلية الطب. احنا بقالنا فترة كبيرة على النهاردة في 2018 من ساعة ما جيت ادرس جامعة في اول 2016 وانا بحلم انا وزمايلي داخل الجامعة ان يكون عندنا كلية طب مستشفى جامعي. الحمد لله النهارده الحلم اتحقق وحضراتكم موجودين معانا النهارده عشان ان شاء الله نخطط حاجه لسه سوا مع بعض. بس عشان يتحقق هذا الحلم كان مطلوب مجهود كبير جدا جدا، فلازم نشكر كل الناس اللي ساعدتنا وبذلت مجهود في هذا عشان ننفذ هذا الحلم او اول خطوه في الحلم. اولا مع الوزير المهندس نادي عبد المحافظ الباهره كان مجهود كبير جدا الى اجهزه سواء المخابرات العامه او الرقابه الاجراءيه او الامن الوطني، الحقيقه بذل مجهود كبير جدا 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 في الاجهزه معانا. فانا بشكرهم كل جهاز باسمه بكل اللي عاملين فيه. الساده النواب مجلس النواب الحقيقه بذل مجهود كبير جدا جدا على كل المستويات. الاعلاميين والصحفيين برضه كانوا لهم دور عظيم، فانا بشكر كل من ساهم. لكن لسه مطلوب مجهود كبير جدا جدا مننا، مطلوب ان احنا نجري اكتر واسرع واسرع عشان نحقق التوجهات الجلسه السياسيه القادمه النهارده لتهتم المواطن المصري من ناحيه محورين التعليم والصحه. واحنا ان شاء الله الحمد لله النهارده وضع حاجه رئيسيه في الشتاء الجاي كل الطب بنحقق هذه التوجهات وهذه الرؤيه. لكن زي ما قلت تاني نحتاج مجهود كبير جدا، محتاج تضافر جهود لكل الاسماء اللي قلتها وكل الفريق العام اللي قلته ان شاء الله عشان في الاخر ان شاء الله نستمر سوا ونيجي نفتتح ان شاء الله في يوم وقت قصير مستشفى جامعي كل الطب تقدر تقدم خدمه الطبيه المتميزه للمواطن البحراوي ان شاء الله. تم تحديد مده معينه ولا هو تم الموعد ده هتعتمد على التدفقات الماليه الحقيقه؟ كم سرير لحد الان ممكن؟ 500 سرير ان شاء الله بمعايير دوليه.